الجمال. اسمع بس يا عزة، هتخف. في موسيقى دراما عملها الاول السنباطي، رائعة السنباطي بتاعت عايز جواباتك للعبقرية نجاح سعيد، والعبقري حسين السيد. عمل ايه بقى؟ عمل الاول موسيقى درامية كده علشان ايه؟ عايز جواباتك. الصدمة الفكرة برضو انا وانت اللي هي الصدمة بتعمل ايه؟ دي الدراما اللي في الاول. بعدين بتقول له عايز جواباتك، عايز جواباتك، يعني افترقنا خلاص. دي السؤال، يعني افترقنا خلاص، عايز ايامك، يعني انتهينا خلاص. تمام. طويت صحايف عمري معاك، وبايدي لمته. لا بايدي لمتهم، لمتهم كده تر 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 تر، ستفتهم. وبعدين وبرحشة القلب يعمل الكمانجة، وبرحشة القلب اللي هواك وقع جواب منهم. وقع جواب بقى وهي بتستفهم كده، راح وقع جواب ورقة طبعا فخفيفة. هو صور الجواب وهو بيقع. يمين هيقول لي بقى شيار تحور وقف الكلب الفريق يا جلال. وبعدين ابتديت اقراه بقى، ابتديت اقراه الكلام الحلو اللي جريت وراه. هي قبل ما تقراه بس عملت ايه؟ حصل ايه؟ دب الاول وقع جواب منه. الاول بتقول ايه؟ ومرعشة القلب اللي هواك وقع جواب منه. وقراه الكلام الحلو اللي جريت وراه، اللي ضاع وياه لا را را لا را را نايم بقى يروح. وبعدين تقول سطرين والتالت تن ترن تن تن، هما فعلا سطرين والتالت تن ترن تن تن، ودموع سابت تن ترن تن تن برضه فوق السطرين زيها بقى. فرزة زي بقى عشان اثر ده اثر سحر بقى اثرت ونزلت الدنيا عين ارفع من الثانيه. يعني دي فكره بسيطه والباقي كله بهذا الشكل في تصوير ورهيب مش حمام في السكه. فده طبعا طريقه اسلوب تصوير السنباطي للكلام بتاع عايز جواب. ام كلثوم كانوا بيسالوها عن السنباطي وغيره، فبتقول على الصنباطي كان بيلحن المعنى. بيلحن المعنى. ايوه طبعا. قمة التعبير ان هو بيعبر عن الكلمة بالميلودي او بالجمل اللحنية. بس فيها مقدمة وصفة طويلة. هي دي صح. لا 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 دي مدة طويلة. ده ليها مقدمة موسيقى طويلة كده. أنا وفيها عود واضح قوي. فيها مقدمة موسيقى طويلة جدا وفيها سولو كمان جدا. يعني أنا يمكن أنا لقطت الأوفرتيرا للتسليمة التسليمة اللي أنا لقطتها يعني. لكن هي عود. عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص، عايز جواباتك
يعني افترقنا خلاص. عايز ايامك يعني انتهينا خلاص. عايز جواباتك يعني افترقنا خلاص. عايز ايامك يعني انتهينا خلاص. طويت صحايف عمري معاك وبايدي لمتهم وبرعشة القلب اللي هواك وقع جواب منهم. وبرعشة القلب اللي هواك وقع جواب منه. ابتديت اقراك الكلام الحلو اللي جريت وراك. ابتديت اقراك الكلام الحلو اللي جريت وراك. اللي ضاع وياك عمري قلبي عمري قلبي عمري قلبي عمري قلبي عمري قلبي اللي انت عايش ودموعي انسابت. سطرين والتالت ودموعي انسابت. اكتر ما هي دموع الم كانت أسف ودموع ندم. أكتر ما هي دموع ندم كانت أسف ودموع ندم على الكلام اللي ولقيتني بقول ده مش معقول. ولقيتني بقول ده مش معقول. كل ده حبر في ورق النهاردة بينحرق. Thank you.
احلى كنت صدقته يا اجمل وهم صادقته ما يهمنيش انك خدع القلب بعد سنين هنا انا عشته ما تهمنيش النار مدى النار يجنن كام سنة انا شفته ما يهمنيش انك خدع القلب ابعتهم لا ده دول حتة مني روح انت الوحدة دول اجمل حاجة انكتبت لي في عمر دول عمري بقى وكمالت عمري هقراهم تاني وهقابلك بيهم يا فضلت احبك يا كرهتك وعايز جوابك عارف ترقنا خلاص وعايز ايامك يعني انتهينا خلاص 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 على فكرة والله يا برضو الزخمة دي الكلام استنى خلاص بس